ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الاسبوعي لمجلس الوزراء والذي عقد اليوم في قصر القضيبيه. نعم وفي بدايه الاجتماع اكد المجلس على اهميه لقاء حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في مقر اقامه جلالته في ابو ظبي باخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه والذي تم خلاله تأكيد الحرص على مواصلة نهج التشاور الأخوي لما فيه خير البلدين وشعبيهما الشقيقين. بعدها وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى تقديم الرعاية والخدمات لحجاج مملكة البحرين بما يسهل عليهم أداء مناسكهم بكل يسر، منوها سموه في هذا الصدد بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود عاهل المملكه العربيه السعوديه الشقيقه ودعم صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في رعايه حجاج بيت الله الحرام. ثم اكد المجلس على ما تحقق في ظل المسيره التنمويه الشامله بقياده حضره صاحب الجلاله ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه من تكريس للعداله ومكافحه الاتجار بالاشخاص والمتابعه المستمره من الحكومه برئاسه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وذلك في سياق تنويه المجلس بما تحققه مملكه البحرين من انجازات وتقدير دولي لجهودها في مكافحه الاتجار بالبشر ومن بينها المحافظه على تصنيفها ضمن الفئه الاولى في تقرير وزاره الخارجيه الامريكيه المعني بتصنيف الدول بمجال مكافحه الاتجار بالاشخاص بعدها تابع المجلس ما تم على صعيد تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله باقامه الفعاليات والمعارض التي تسهم في التعريف بالخدمات والبرامج التمويليه الاسكانيه واستعرضت سعاده وزير وزيره الاسكان والتخطيط العمراني في هذا الصدد بما حققه معرض التمويلات الاسكانيه من نجاح في تحقيق الاهداف المرجوه منه بعد ذلك، هنأ المجلس خريجي كلية البحرين للمعلمين الذين تخرجوا مؤخراً، معرباً المجلس عن شكره وتقديره لمجلس إدارة الكلية، وجميع منتسبيها على جهودهم التي أثمرت عن إقامة أكبر حفل تخريج في تاريخ الكلية. ثم هنأ المجلس رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي النجمة وأفراد فريق كرة اليد بالنادي بمناسبة تتويج الفريق ببطولة الأندية الآسيوية الخامسة والعشرين لكرة اليد كما هنأ رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي المنامة ولاعبي كرة السلة بالنادي بمناسبة فوزهم ببطولة سوبر غرب آسيا لكرة السلة وأشاد المجلس بالمستوى الفني المتميز الذي قدمه اللاعب لاعبون في الناديين وتحقيقهما لهذين الانجازين المشرفين اللذين يضافان لانجازات الرياضه البحرينيه بعدها قرر المجلس ما يلي اولا الموافقه على المذكرات التاليه مذكره اللجنه التنسيقيه بشان استراتيجيه تطوير كليه البحرين التقنيه بوليتكنيك البحرين والتي تحتوي على عده محاور تستهدف تطوير الافراد والمهارات بالاضافه الى مضاعفه عدد المقاعد الدراسيه المتاحه وتوفير البرامج في جميع محافظات المملكه. مذكره اللجنه التنسيقيه بشان عدد من الاجراءات الخاصه بتعزيز المخزون الاستراتيجي من الادويه. مذكره اللجنه الوزاريه للشؤون الماليه والاقتصاديه والتوازن المالي. بشان نتائج مراجعة استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026 والمبادرات الخاصة بذلك ومستهدفاتها والتي تندرج تحت أولوية تنمية القطاعات الواعدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشان مذكرة تفاهم في مجالات تشريعي. مجالات تشريعات البناء ورقمنة عمليات البناء والتخطيط المكاني بين وزاره الشؤون البلديات والزراعه وهيئه التخطيط المكاني والبناء في جمهوريه سلوفاكيا. مذكره اللجنه الوزاريه للشؤون القانونيه والتشريعيه حول اطار العمل في مجال التعليم الصحي والتدريب والبحث العلمي بين المستشفيات الحكوميه وجامعه البحرين والذي بموجبه سيتم السماح لطلبه جامعه البحرين بالتدريب في مرافق المستشفيات الحكوميه. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على أربع... أربعة اقتراحات برقبة مقدمة من مجلس النواب ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بما يلي المشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثانية والثلاثين نتائج زيارة سعادة وزير الخارجية إلى الجمهورية الإيطالية نتائج اجتماع الدورة السادسة والخمسين بعد المئة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية المشاركة في أعمال الدورة الحادية عشرة بعد المئة لمؤتمر العمل الدولي نتائج زيارة سعادة وزيرة التنمية المستدامة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة نتائج المشاركه في الدوره العاشره لمؤتمر رجال الاعمال العرب والصينيين